اول حاجه الله يبارك فيك. انا عايزه اقول لك ان ردود الافعال انا ما كنتش مصدقه، يعني انا يعني قالوا لي صحابي، يعني انا ماليش في تويتر، يعني انا انستغرام كده، قالوا لي افتحي تويتر، انت يا بنتي ترند على تويتر. وانا مش فاهمه ايه ترند، يعني الناس دخلت بقى لقيت بقى ناس بقى على ردود الافعال، كل حلقه بقى يقعدوا يكتبوا مثلا، فما كنتش مصدقه. حتى في الشارع دلوقتي انا مش يعني انا بنسى، يعني انا بنسى ان انا يعني مثلت او حاجه، فانا بمشي عادي بلاقي الناس وبفتكر بقى، فاللي هو انا مبسوطه قوي بردود الافعال لحد دلوقتي، يعني مبسوطه قوي. اي مسلسل فيهم اكتر حاسه ان هو علق مع الناس؟ لا الاثنين. عارف ليه؟ لان الميزان لينا البنت اتقتلت، الناس اتعاطفت معاها جدا، وهي المسلسل كله بيتكلم على البنت دي، فاللي كان بيتفرج على المسلسل ده كان متعلق بالبنت دي. ومأمون برضو يعني طبعا مع الزعيم عادل امام، فالناس برضو كانت متعلقه مع المسلسل عامه، فكانوا برضو عاجبهم دور نيفين، لان دور نيفين كان قريب للقلب كده، وكان يعني كان خفيف يعني لايت، فكانوا عادل امام كلمك وهناك احكي لنا عن كواليس المكالمه، كواليس التعامل معاه عموما، الموضوع ازاي بيتعامل معاكي؟ بص انا هقول لك، اول يوم قابلته اصلا كان هو يعني قال للكرو يعني ان هو عازم اللي هم ابطال المسلسل عنده في البيت، عاملين عزومه كبيره وكده، فروحنا وشفناه وقعدنا معاه وقعد يتكلم معانا وكده، وما اتكلمش في المسلسل يعني، اتكلم في الحياه وقعد يضحك ويهزر معانا عشان ما يعني ما يخوفناش، او مثلا اكيد الواحد بيبقى برده خايف اصلا قدام الزعيم، اكيد هيبقى خايف. فبس فقعدنا معاه، واول يوم تصوير برده كان لطيف قوي، يعني كنا هو بيخلي اللي قدامه يفك عشان يبقى براحته. المكالمه بقى كنت يعني يوم 10 رمضان كده، لقيت الموبايل بيرن، لقيت نمره حلو كلها نفس الرقم، فانا قلت ايه النمره دي، فرحت رديت لقيت واحد بيقول لي الو، قلت له ايوه مين، قال لي هيكون مين يعني، ازيك يا استاذه هنا، فقلت رحت عرفته على طول، قلت له ايه ده ازيك عامل ايه ومش عارفه ايه، فقال لي يعني كان مبسوط قوي، هو مبسوط ان بدور نيفين يعني، قال لي انت انا مش عارفه هو شايفني كوميديه بس انا ما اعرفش يعني ازاي شايف، بيقول لي يعني انت تلقائيه يعني، وعجبه يعني عجبه الدور، وقال لي انا مبسوطه قوي ان انت كنتي معانا يا هنا ومش عارفه. قلت له يا ربنا يخليك يا رب، انا مش مصدقه نفسي، وكنت طبعا انا ايديا كانت بترتعش وانا هو بيكلمني، كانت ايديا عماله بتعمل كده، فاتبسطت قوي يعني. كان عندك مشاهد كتير كمان قدام مصطفى شعبان، مصطفى فهمي اه احكي لنا برضه عن الكواليس، عن اللي مهتمه تتعلمي من كل انا اغلب المشاهد مع نونيا مع استاذه لبلبه، واغلب المشاهد برضو معاهم مع مصطفى فهمي وشيرين، مع حفظ الالقاب يعني. يعني انا عايزه اقول لك ان هم كنت بحس ان هم والله العظيم يعني بالذات استاذ مصطفى فهمي كنت بحس بجد انه بابايا، لان انا حتى بص الشبه كان يقول لي ده انت بنتي، ويفضل بقى يفضل يحضني وبتاع، كنت بتعلم منه والله كتير قوي، لان هو كان محترم جدا، احترام التزام هادي كده في اللوكيشن، صوته مش عالي يعني، كنت بتعلم منه كتير. وبرده واستاذه شيرين يعني الاثنين انا بحبهم قوي. شخصيه المرشده الصحيه حضرت لها ازاي؟ هقول لك، انا قعدت مع استاذ رامي امام وقعد يقول لي هو عايزها ازاي، فقال لي انا شفتك، هو كان اصلا مختارني من قال